So we saw some bits and pieces of his work, and we tracked him down via, I think it was Twitter, Facebook, and maybe Instagram as well. And after about three or four messages on a daily basis, he got in touch with us. So please provide a warm welcome to Mr. Alan Muhammad. On what's happening in Tunisia. The president, Ben Ali, has stepped down. You can hear it for yourself in Liberation Square. It is truly a historic moment, not only for every Egyptian. After a few hours, I heard that Osama was dead and the news was all over. The group Anonymous got into the Syrian defense ministry. Magazine is marking all of this by naming the protester as its person of the year. The people have brought down the regime. History in the making. يتكلمون بثقة وطواقع، لما يتكلمون نسألهم عن أي سؤال في بالهم،
شاما لو كان سؤال تاريخي ما درسوه في مدارسهم يجاوبون عنه. ليش أطفالنا لما يمسكون المايك قبل قنوات التلفزيون لقلهم يرتعدون؟ أو يقول أنت لايف؟ يقول لهم مذيعي نعم. قال زين ساعدني على الجواب. ليش ما عندهم الطلاقة أن يتكلمون نفس المجتمعات الثانية؟ هل في مجتمعنا في مشكلة؟ أنا ما أتكلم عن مجتمعنا اللي عايشين فيه، أتكلم عن مجتمعنا العربي بشكل عام. ليش دائما تكون عندنا مشاكل؟ فمن غير طريقة تواصلنا مع أطفالنا؟ الجواب هو تفكيرنا هو المتهم. أمس كان الموضوع عن التفكير، قبل ما شوي كان يتكلم عن موضوع الإيموشن، وقبل ما صعد على المسرح جات لحظة بسيطة غيرت فيها التفكير. كان لوني أزرق، الآن لوني أصفر. من شوي كان لوني أخضر. التفكير اللي قاعد نتكلم فيه هو اللي دائما احنا نتهمه، ودائما نخلي هذا الشيء حافز انه هو يأثر على أفكارنا. قبل فترة بسيطة أطلقت كتاب اسمه التواصل الذكي. قعدت سنتين، رقدت 4 ساعات في اليوم، ولليوم أنا رقدت 4 ساعات في اليوم. ليش؟ لأن فعلاً الشخص المنجز في حياته مستحيل إنه هو يرقد 8 ساعات، مستحيل. أنا أقول لكم، وما في دراسة علمية تثبت إن الشخص اللي بيرقد أكثر ولا أقل هو في النهاية الشخص يكون مرتاح واقف وماشي من الموضوع. ضحيت بساعات نومي ان اطلع اول مرجع عربي للاعلام الاجتماعي يتكلم عن 13 موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، كتاب مش مترجم، كتاب من افكارنا، جمعت فيه خبرتي في السوشيال ميديا من الجزيره، من مؤسسه قطر، من مركز الثقافه للطفوله، من الدورات اللي موجوده. ليش؟ لان فعلا نبي نغير طريقه التفكير في عالم العرب. هذا الكتاب صار له الان اقل من سنه، ان شاء الله قاعد تطلع الطبعه الثانيه منه. يومياً في نوم الصبح حارق مع صوت الكتاب. حافز حلو إن الواحد يبدأ يوم الصبح بدون زحمة، بدون ما المدير يسأل عنه وين أنت. عندي جمهور قاعد يقرأ أفكاري وتنتشر المعلومات الموجودة من شخص إلى مجتمعات كثيرة. وهذه رسالة لي لكم، إذا عندكم فعلاً تفكير إن تكونوا مرجع في مواقع التواصل الاجتماعي أو في مجالاتكم، فكروا في أن تطلعون من أمامكم. أعرف أن القرار صعب، لكن صدقوني معظم الناس منجزين في حياتهم. الناس اللي وصلوا للقيادات تفرقوا لأفكارهم، تفرقوا مع فريق عمل لهم. تعرفون أن مواقع التواصل الاجتماعي ما يمكن أن هي توصل بالقوة اللي موجودة عندنا إلا لما نأثر إحنا كأفراد على شخصين ثلاثة يشون أفكار كبيرة. وهذا الشيء غير في شيء، غير في طريقة تفاعلهم مع المعلومات، وغير في طريقة متابعة المعلومات للسكت. تلاحظون الآن في وقت بتقارن جرائم إلكترونية ما يأخذ الناس اللي بس تنشر يأخذون حتى مصدر معلومة ويرجعون له ويعرفون مكانه. المحتوى الجمعي شيء قوي نفكر فيه، لكن في النهاية علينا أن نفكر بالأشياء اللي ننشرها أمام مجتمعنا. لحد الآن تفكيرنا هو متهم، لكن خلوني أروح لتجربة، تجربة إيجابية. بنت صديق لي عزيز في الكويت اسمه ناصر مجيبل. ناصر عنده بنت اسمه لولا، فأتمنى تشوفون لولا، تعرفون على أفكارها، تعرفون شنو قوة التفكير وشلون نأثر في أطفالنا بطريقة غير إيجابية. خلي لولا تفكر. Love you.
بيننا وبين لولو، تعلمنا من لولو درس بسيط جدا يخلينا فعلا نأثر في حياة عيالنا، ان احنا نشتري لهم شيء بسيط يروحون معنا بدون ما نقول لهم شيء ويتغير الموضوع. هذا يسمونه الامتثال والقدوة. فأخذت بعض المواقف اللي صارت من لولو. بالنسبة لي انا اشوف ان المبادرة افضل من الانتظار. وايد عندنا اطفال في المستشفى موجودين، لكن كم واحد يفكر اليوم يطلع من القاعة ويشتري لهم شيء ويزور؟ دائما احنا نقول في حد غير اللي يروح، ننتظر دائما الاخر انه يبادر. اذا ليش ما احنا نبادر؟ الشيء الثاني دائما ان لولو ركزت على الفعل مش ردة الفعل. لو لاحظتوا ان هي مو متأثرة بالاطفال الموجودين اللي على المستشفى، قامت راحت ارسمت الابتسامة وخلت هالشيء على وسام على صدره. كذلك الفكرة ان نبدأ بالعطاء. ما اعرف شيء تعلمته من لولو؟ قولوا لي. ابي اسمع صوتكم. في شيء تعلمته من لولو؟ غير الافكار اللي قلتها؟ Did you learn anything from that video? If you want to share it in English, I know you didn't understand the idea, but all the videos are about emotional. So if you want to share your ideas, and come here, Fka. Understand me? I'm very tall. And that thing, I have to get up. Okay. She had a very, very deep sense of self-worth. And she believed in herself and therefore could give to others. فاهمة ذاتها طريقة أن فاهمة ذات من الداخل هو هاي الشيء العطاء اللي بين من الخارج. فنتمنى فعلا أن نكون إحنا لولو اللي موجودة في المجتمع. خلنا أروح وياكم إلى بتكلم عن موضوع المشاعر. أنا وايد تأثرت في المحاضرة اللي طافت عن موضوع المشاعر، لأن هذا شيء وايد مهتم. الدراسة هذه تقول أن التغريدات الحزينة راح تخليك أشخاص جداً حزين. أول 5 ثواني موجودة عندكم في يومكم هي تحدد بالضبط شو قاعد يصير. طبعاً بالنسبة للموظفين أول 5 إلى 10 دقائق هي زحمة الشوارع والأعصاب والبصمة. الحمد لله الله قادنا من الشيء. لهالسبب أنا أقول لكم أتمنى أن الله يوفقكم إن شاء الله يوم من الأيام أن تملكون الخبرة الكافية أن تطلعون تأسسون عملكم الحر اللي فعلا احنا محتاجين هذا الشيء. التغريدات الحزينة خلتنا اشخاص حزينين حسب هذه الدراسة. وايد ناس يستعبطون لما نتكلم بهالموضوع. طبعا دارسين فيها الاوقات اللي الناس تكون فيه حزينة. شلون دارسين الموضوع؟ دارسين الافعال اللي موجودة. كلمة حزين، sad، noise، hated. الكلمات هذه اللي تكون دائما تكرر في الموضوع. في الان وسائل تقيسها الان اقدر اعرف كم واحد في مجتمعنا حزين ومتى حزين في اي شارع. شو الاكل اللي خلت يصير حزين؟ زين متى في اي حاله هو يصير حزين؟ تخيلوا لاي مرحله احنا وصلنا في موضوع الاعلام الاجتماعي. ولحد الان في ناس تفكر ان الاعلام الاجتماعي اداه اطفال. اي حد يتكلم فيه، اي حد يقدر يقدم دورات، اي حد يقدر يوقف على المسرح يتكلم فيه. فمجال جدا صعب، وهذا يمكن مساعدتكم تساعدونا ان احنا نشرح الافكار ان الاعلام الاجتماعي هو علم بحد ذاته، علم ان احنا ننقل الافكار الايجابيه في مجتمعاتنا نكون لولو القادمه. ليش مواقع التواصل الاجتماعي نتكلم فيها بهالحجم الكبير؟ وليش انا فرغت؟ على فكره الاعلام الاجتماعي هو هوايه بالنسبه لي مو تخصص، لكن دخلت تخصص من باب انه ما في حد يتكلم فيه. ويوم من الايام قررت ان انا اقعد في مكتبي واقول عمار خلاص راح تترك الاعلام الاجتماعي، لان في وايد ناس يتكلمون وفي وايد ناس ينظرون في المجال. لحد ما كملت رسالتي في الماجستير ذكرت يمكن امس عبد الوالي لما يتكلم عن شلون المصاعب اللي صارت في حياته انه يكمل، والناس مو مقتنعين، الناس اللي حالهم مو فاهمين مسافه الحياه. لا احنا نكمل رسالتنا، ويمكن الهوايه تكون اقوى من التخصص اللي معانا، لان فعلا يمكن يكون مفهوم العطاء بس في الهوايه اللي موجوده. في العلوم الحمد لله وايد ناس متخصصين، وايد ناس متخصصين في العلاقات العامه، بس هل في حد دمج بين الاعلام والعلاقات العامه والاعلام الاجتماعي؟ كنت انا واحد من الافراد اللي اتشرف ان اكون معي هالشيء. ليش مواقع التواصل الاجتماعي مهمه؟ لان عندي 1600 موقع اجتماعي. في كل لحظه يمكن شفت امس الدكتور ابو العزيز لما تكلم في كلمته عن عدد الكتب اللي يتم تاليفها في وقت كلامه في العرض. مواقع التواصل الاجتماعي حدث ولا حرج، اشاعات، اتهامات، افكار ممكن نتناقلها مع مجتمعاتنا، نتكلم عن الناس اللي
لحد الان على فكره في مواقع التواصل الاجتماعي ناس تستخدمها لوسيله التواصل والتعاون، ناس لحد الان تبحث عن فارس الاحلام الذهبي خارج مواقع التواصل الاجتماعي. يعني تخيلوا وين وصلنا، ان الناس قاعد تتطور من تدرس مجتمعات مشاعرها، ناس لحد الان قاعد ترجعنا. تدرون ان اليوم في عندنا ناس يدخلون على مواقع محادثه الشات عندهم اسامي وهميه؟ يعني شيء صراحه يؤسف له ان احنا في عالمنا العربي نرجع 10 سنين ورا بينما العالم اليوم قاعد يتطور. ليش السوشيال ميديا يمكن سبب؟ جاوبت عليه. مستخدمين الاعلام الاجتماعي في 2015 الاحصائيه هذه بالملايين تشوفون ان مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي 179 مليون وبوينت 7. طبعا على حسب الاعمار تشوفون ان اكبر شريحه هي شريحه 35 ل 44. فاحنا نهتم ان نعرف وظائفهم، نعرف المعلومات الموجوده عنهم، نعرف شو مشاعرهم، احاسيسهم، الاشياء اللي ضايقهم. احنا دائما نكون خلف الستار، نحلل البيانات الموجوده عندنا على مواقع التواصل الاجتماعي لاكثر من سبب. طبعا البيانات احنا مشاركينها ويعني بعلمهم يشاركون هذه المعلومات. الشيء الثاني، المعلومات ما يتم مشاركتها، ما يتم ادخالها في هذه الدراسات. الشيء الثالث، ندرس هالشيء حتى نقيم موضوع تفكير المجتمعات، هل هو فعلا شنو اهتماماتها، شنو الاشياء اللي قاعد تصير. ولهالسبب دائما تكون ما لنا اراء على مواقع التواصل الاجتماعي الا في الشيء اللي احنا متخصصين فيه. فالسوشيال ميديا عالم قاعد يكبر، افكار قاعد ترتقي، وناس قاعد تدرس وتطور في مجتمعاتها. من هم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؟ اما عندي شركات او عندي افراد. الاشكاليه اللي صارت معي قبل ما ننشر شركتي سوشيال ميديا سولوشنز معي محمد المهندي، كنا نبي نطلع مشروع واحد ما عندنا الميزانيه اللي احنا نطلعها، لجسر عبور بين الشركات والمؤسسات وبين الافراد. ما حصلنا ميزانيه فقمنا انشاء الشركه حتى نوعي الناس بالاعلام الاجتماعي، وبعد ان شاء الله راح نطلق المنتج. صار لنا على الموضوع 4 سنين، لحد الان قاعد نبني محتوى تفاعلي او اداء منصه تفاعليه حتى نطور مستوى الشركه ومستوى الافراد. فالموضوع يحتاج ان فعلا تكامل بيننا، ان احنا ندور على حلول. احيانا لو احنا لجانا حق هذا المنتج كان قعدنا 4 سنين بس ماسكين الموضوع، ما نظهر للجمهور، ما نتفاعل معاهم، ما نحلل، ما نملك ادوات، ما نسوي مشاريع على مستوى العالم، احنا موجودين في الداخل. فانا اقول لكم دائما لا نشوف المستخدمين كمستخدمين، ندور ان احنا شنو الاشياء اللي صنعناها لهم. في حكمه تويتريه هي تقول الناس في تويتر ثلاثه، من يتبع ولا يتبع فذاك مغرور فانصحوه، ومن لا يتبع ولا يتبع فذاك جليل فعلمه، ومن يتبع ويتبع فهو عاقل فتابعه. فقيموا انفسكم، قيموا الناس اللي معاكم، هل هم من الناس المغرورين؟ هل هم من الناس اللي تم دخلين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ او هم ناس عاقلين احنا نقدر نحاولهم ونتواصل معاهم؟ انا اقول لكم شيء بكل صراحه، لحد الان في ناس يمكن عمرها عمر كبير لكن افكارها افكار صغيره. لهالسبب لازم تكون عندنا قواعد، كتبوها عندكم، تكون عندكم قواعد واضحه للتعامل مع الناس الموجودين. اذا حد انتقدكم على مواقع التواصل الاجتماعي شلون تتصرفوا معه؟ متى تسوون بلوك؟ لازم تكون مكتوبه عندكم. ليش؟ حتى ما يسيطر المشاعر على العقل. المشاعر موجوده هنا لكن العقل موجود هنا. احيانا يسبق شيء على الثاني. مدير يقول لي والله معلش اليوم اخر يوم لك في الشغل، او يضايقني او زعجني، اقوم اكتب هالشيء في تويتر. معناته المشاعر سيطرت على العقل. بعد يومين ثلاثه لفت نظر، لان المؤسسه عندها سياسه في مشاركه البيانات، فحصل لفت نظر على التغريده اللي كتبتها وعلى المحتوى الموجود. فانا اقول لكم دائما تحكموا في مشاعركم، خلوا عندكم قواعد في مواقع التواصل الاجتماعي. دراسة ثانية درست السعادة على مواقع التواصل الاجتماعي في 5 سنوات. شنو وصلت هذه الدراسة؟ الدراسة تقول ان في احداث معينة حزينة فخلت مستوى السعادة ينزل. في احداث سعيدة خلت مستوى السعادة يرتفع. شلون درسوا الموضوع؟ حللوا البيانات، وصلوا لمعلومات معينة،
فبالتالي انا اقول لكم احنا دائما نكون رده فعل ما نكون الفعل. متى راح يكون الفعل؟ اذا كانت عندنا قدره ان احنا نتمكن من فهم داخليا وقيامنا في الخارج. اعرف ان الكلام صعب ان احنا نطبقه، صعب ان الواحد يدخل لنفسه من داخله، صعب ان يقول ان انا غلط، او صعب ان انا اقول واعترف على هالشيء. دائما عندنا مثاليه ان احنا افضل واحسن واحسن واحسن، لكن هذه المثاليه راح تهتل مجتمعات يوم من الايام. فبالتالي هذه النوعيه من الدراسات راح تبين فعلا ان في مجتمعات سعيده في الاحداث اللي تاثرت فيها. الان السؤال لكم، اتمنى الكل يشارك، لو اخترت موقع من المواقع الموجوده سناب شات وتويتر فيسبوك انستغرام على مستوى الدوله، ما هو اكثر موقع اجتماعي استخداما في قطر؟ سناب شات، انستغرام، سناب شات، تويتر. اوكي بنشوف الاجابه اليوم. هذا الفيديو سويناه، شخص مسوي فيديو موجود في القاعه، افاجئ ان شغله الفيديو، بس شوفوا هاي الدراسه، دراسه بسيطه سوتها وزاره الاتصالات عن افضل مواقع التواصل الاجتماعي الموجوده في قطر. الدولة جزء كبير من ميزانيتها رايح على البحث العلمي.
هذه الفرصة لنا أن إحنا فعلا نستفيد من هذه الفرصة. الدراسة الثانية اللي سويتها كانت منشورة في التقرير الأخير، تقرير التنمية البشرية الرابع على مستوى دولة قطر. هذه الدراسة ما تتبعني، لكن كانت موجودة في نفس الصفحة اللي تم نشر التقرير فيها، تتكلم عن أن قطر تمتلك أعلى معدل استخدام للإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى مجلس التعاون الخليجي. الدراسة اللي سويتها كانت بالتعاون مع وزارة التخطيط، كانت دراسة علمية عن مشاركة مواقع التواصل الاجتماعي وتمكين حرية التعبير والوصول للمعلومات ودورها في التنمية. هذه الدراسة طبعاً خذت 444 عينة من مختلف المجتمع، نشرت في تقرير التنمية مثل ما قلت. راح أراويكم بعض النماذج في الإجابات. شارك معي 69% من الشباب من القطريين، 31 من الناس المقيمين في دولة قطر. كذلك الدراسة الموجودة سألنا سؤال، هل فعلا انت شاركتوا في دورات تدريبية في العلوم الاجتماعي؟ كانت نتيجة 80% ما في حد شارك في دورة تدريبية، فبالتالي لي دور ولهالسبب اخذت القرار ان اتفرغ لهذا المجال، ان في فعلا حاجة وراء المجتمع. فانا اقول لكم القرارات اللي تاخذونها لا تاخذونها الا بناء على دراسة، بناء على قرار راح يكون مبني على دراسة مش مبني على مشاعر. نتحكم في العقل، نتحكم في المشاعر ونأخذ قراراتنا في الحياة. كذلك الدراسة درست 58 مؤسسة نسبة التفاعل في المجتمعات. ما في حد طلب مني أنا أجتهد وقيمت هذه الدراسة، حاولت أن أشوف أكثر المؤسسات. طبعاً مجلس الأعلى للتعليم وزارة الخارجية هي متاح قطر، مؤسسة الشيخ عيد كانت من أكثر المجتمعات أو المؤسسات اللي تفاعل معها المجتمع. عندنا أنواع كثيرة من المغردين، مقرد مبدع، مقرد حرامي، طبعا ما يكون ممكن في تويتر، ممكن يكون في انستغرام، ممكن يكون في سناب شات، بس في النهاية تشوفون أن دائما الناس على مواقع التواصل الاجتماعي لها صفة معينة، غالبا بتكون كلمة أو كلمتين. لنقول اسم فلان، ايش راح تشوفون الناس من وراء اسمها؟ دائما تكون صفة أو صفتين تلاحق الناس المشاهير أو الناس المعروفة في مواقع التواصل الاجتماعي، لا يكونوا مشاهير، يكونوا من أصدقائنا. الناس اللي معنا في التليفون فلانة نكتب الصفة أو فلان نكتب الصفة، ليش؟ لأن دائما تكون مشاعرهم وأفكارهم خاص هم مخلين هذا الصفة. كذلك عندي المتابعين، الناس اللي دائما يلاقون على مواقع التواصل الاجتماعي، يا ناس مقلدين، يا ناس عندنا ناس مشتاقين، ناس مشجعين، ناس معجبين بصمت، ناس داعمين، ناس دائما تطنش، ناس دائما تنتقد، ناس دائما تنتظر فولو باك، ودائما يعتقدون ان الشخص اللي يسوي فولو خلاص يقرا افكاره، ما يدرون ان مجتمعات كثيره ورسائل دول يتابعون ناس حتى يقيمون ويقارنون الاشياء اللي قاعد يسوونها على مواقع التواصل الاجتماعي. صار عندنا الفولو بالنسبه لنا مسبه، ما صار عندنا الفولو ان نفهم ان هذا الشيء مبني على دراسات، مبني على شيء. صار الشخص حتى اللي عنده فولوات قليلين شخص منبوذ في المجتمع، شخص عنده متابعين هذا الشخص لازم يكون قدره ونسوي له ريد كاربت. من خلى هذا القيم في مجتمعنا؟ عرفته من الشخص اللي متهم وتفكير. شو الاخطاء اللي تواجهنا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ اختراق الحسابات الرسميه، حساب موثق تلاقون في رابط معين تدخلون عليه تم اختراق حسابات. كذلك عندنا حسابات مزيفه، مؤسسات كبيره يتم اختراق حساباته ويتم عرض بعض المواقع اللي قريبة من مواقع التواصل الاجتماعي. الناس البسيطة اللي ما عندهم معلومات اللي ما دخلت الدورات يتم اختراق حساباته، ودائما تلجأ للمختصين في مواقع التواصل الاجتماعي. ليش؟ الحفاظ على خصوصيتها، ما تبي تفتح ملف مع مؤسسات الدولة وقضايا كبيرة، تلجأ دائما للناس المتخصصين، وهذا طبعا يعطينا دافع ان احنا نزيد ثقتنا في الناس اللي حولنا. دائما نهتم في الخصوصية، وهي مسؤولية أكبر ما هي أن احنا نحل المشكلة، مسؤولية أن احنا نحافظ على أسرار الناس اللي يتعاملون معها. كذلك الحسابات مزيفة، تلاقون واحدة اسمها نورة وصورة ريال، أو صورة ريال ومستخدمين صورة ثانية، هاي مشكلة كبيرة وضامة مو موجودة إلا في مجتمعنا العربي. حسابات كثيرة تأخذ صور أشخاص، ياما تجرأنا أو شفنا ناس يتجرؤون أنهم ياخذون حسابات لناس معينين في مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك عندنا حسابات مزيفة
تعتقدون أن هذه صفحة لتويتر هي صفحة مشابهة لموقع تويتر، الناس اللي ما عندها معلومات تدخل فيها. بعطيكم بعض الأسرار لصناعة المتابعين حتى نقود تفكيرنا بطريقة إبداعية. أول شغلة قوة المحتوى المرئي. دراسة تقول لدان زاريلا واحد من خبراء التواصل الاجتماعي يقول أن لما تنشرون محتوى فيديو أو صور 150% يحصل ريتويت في تويتر، طبعا 89% يزيد الفيفورت أو اللايك، 18% يزيد الضغطات. فحلو أن احنا نستخدم الصور إضافة الفيديو، بس دراسة الفيديو يقول يحصل 28% ريتويت مقارنة بالتغريدات اللي ما فيها فيديو. هذه الدراسة اللي سواها دان زاريلا تتكلم عن الضغطات والتفاعل في الويكند. تعرفون في الويكند تتكلم عن يوم السبت الأحد بالنسبة لهم يزيد التفاعل أكثر من الأيام العادية. حتى ترى عندنا يوم الجمعة والسبت المؤسسات اللي تتفاعل مع الجمهور تحصل رتويت التفاعل أكبر من أيام الأسبوع. عكس تفكيرنا أن في الإجازة خلاص نرقد، لا، المفروض نتفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا في مؤسسات كثيرة الآن عندها حسابات وتغرد يوم الجمعة والسبت. إضافة الهاشتاج أو الوسم، هذا التعريف اللي خلناه بتويتر، 55% يحصل ريتويت. كذلك لما نضيف علامة الاقتباس كوتيشن 30% تحصل إعادة تغريد. لهالسبب ممكن تاخذون مقولات أو اقتباسات تنزلونها على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الدراسة تتكلم عن دراسة الضمائر. لما نتكلم عن الضمائر والأفعال لما نستخدمها على مواقع التواصل الاجتماعي يزيد التفاعل عليها، ولما تستخدمون الأسماء يقل التفاعل في التجارب. أنا طبعا جربت هالشيء، شفت أن فعلا لما نستخدم أفعال فيها مشاعر، فيها حاسيس، فيها حب، فيها ترابط، تحصل تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. ليش؟ نفس تهتم في المشاعر ما تهتم في العقل، يأثر المحتوى على مشاعرهم قبل عقل. يمكن يكون العكس، يمكن يكون الاثنين مع بعض. كذلك إضافة الأرقام، لما نقول مثلا ربع ثلث وبناء على الإحصائيات طبعا يزيد نسبة الريتويت 17%. ستة، أكثر خمس كلمات يتم إعادة تغريدتها بالإعلام الاجتماعي أو بتويتر بالتحديد VIA at retweet please و check، والكلمات اللي أقل add this و marketing و get glue. هذه المصطلحات الموجودة عندنا هي مسميات موجودة في تويتر، لكن راح أعطيكم آخر نصيحة أقول لكم إياها. إن بكرة إن شاء الله الساعة 9 راح تكون عندي ورشة بكمل فيها الأسرار والبقية وراح الموضوع. أدعوني أنت والناس اللي يعزون عليكم إن راح أتكلم في العمق اللي مفروض راح نتكلم فيه في مواقع التواصل الاجتماعي. راح أتكلم عن شلون نحول المتابعين إلى دائرة الإقناع والتشجيع. بعطيكم بعض الشغلات المهمة. المقولة هذه تقول الإصرار على قناعاتك ما يمنعك من أنك تسمع غيرك. ممكن تكون خطأ أو ممكن قناعات غيرك تعززها وتقوى أكثر. أحيانا ممكن أن أكون صح ممكن غيري يكون صح. من الأشياء اللي أدعوكم لها، طبعا في 100 مقالة موجودة في السوشيال ميديا أو أكثر، نشرتها من 2012 في الشرق على الموقع الشخصي. صار عندي 3 برامج إذاعية في الدوحة في الكويت، صار عندي برنامج أو فقرة تظهر في الكويت في قطر. ليش المجتمعين معه؟ لكن وايد المؤسستين يحبون أن فعلا ننشر أفكار جديدة في مجتمعاتنا، ولهم كل التقدير أن الإذاعات والتلفزيون يتواصلون معنا ويعطونا مساحة نتكلم عن الجمهور. فالبرامج هذه راح تكون موجودة عندكم. عندي مدونة فيها أكثر من 40 كاتب متفرقين أن يعطون أخبار الإعلام الاجتماعي باللغة العربية، كل محتوى الموجود إما أفكارهم أو محتوى مترجم. بلوكس تتكئ أنا أعتبره واحد من أهم المراجع في التدوين على مستوى قطر أو على مستوى العالم العربي. أنا أتوقع أن وصلنا لنهاية المطاف وعرفنا أن في مواقع التواصل الاجتماعي ما هي تسلية. تحكمنا في المشاعر، تحكمنا في الكلمات، تحكمنا أن تكون عندنا مبادرة وتكون عندنا قيادة لذاتنا. أول شيء راح تصنع من الناس اللي معنا أن احنا نحفزهم. التحفيز ما هو أن احنا نبالغ، ولا التحفيز أن احنا نقول حق الناس يا جماعة ما عندنا الحمد لله فوضى، ما عندنا حوادث، ما عندنا زحمة. لكن شلون احنا ممكن نقود المشاكل اللي قاعد تصير؟ ممكن تكون هذه المشاكل مؤقتة، احنا
نحفز الناس حولنا. اليوم احنا واقفين هني مر على استضافة ملف كأس الدوحة أو كأس العالم 5 سنين. قدامنا أقل من 80 شهر، أقل من 7 سنوات، العالم كله راح يشوف أفكارنا، راح يشوف تصرفاتنا، راح يشوف ريالتنا. هل احنا ممكن نوصل لمجتمع مثالي؟ هل ممكن نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا؟ هل ممكن نحافظ على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أن تظهر بعض الأشياء الموجودة في مجتمعاتنا بشكل إيجابي. أتوقع أن هذا التحدي اللي راح نحاول أن احنا نساعد فيه مع بعض، وبكرة إن شاء الله في الورشة راح نتكلم عن بعض التفاصيل. سعيد بهذه الفرصة، سعيد باستماعكم، يعطيكم ألف عافية. هذه مواقع التواصل الاجتماعي، واللي عنده سؤال على العرض اللي قدمته. يعطيكم العافية. في أي سؤال؟ There's any question؟ موجود في مكتبة جايز. في سؤال ثاني؟ Any question؟ I think I link your presentation with my presentation. It's very linked. And most of interesting thing I do in social media is study the behavior and study what the words we do it. I think my color has changed now to blue. So I can comfortable finally. Thanks all. Okay. شكرا لكم. يعطيكم العافية. Shops, and please, if you would like to today, book a meeting.